انا قول لي اش هاد الغبور بعدا فيك تيغام الغبور كتعرفني انا دابا عندي مصاريف ديال العلاج انا راه كنعاني من بزاف ديال الامراض عندي فقر الدم فاتح المعده عندي النار كنمشي للمستشفى وكان كبرتها مع المرض دابا كيبان لي المرض اللي غبرك وكنمشي للمستشفى وكنمشي نبيع النوار الدويه ما كيبقاش لي الوقت نجي عندك وكنت كندوز من هنا وما كنلقاكم كتلاقاش معانا واش شحال قلبنا عليك يا مات المنتخب ها الاولمبيات شحال قلبنا عليك شحال قلبنا عليك كان عندي واحد الغرض لقيتكم واقفين قلت نمشي للقدير نجي معاكم نزدتو مشينا وكيفاش اليوم المنتخب كلشي منتخب ما فهمتش المنتخب الحطه المغربيه اليوم المنتخب برونشي انا برونشي وداب اذا على المباشر مشاهدي الاوفياء مشاهدين قناه شوف تيفي بعد ما غاب علينا غبره وحده مول بيكا لبا هشام اللي تبارك الله معروف انه بيكاتو كيبيع بها الورد ورجاوي اليوم بحطه جديده بستيل جديد مغاير على الرجاء البيضاوي اليوم مرتادي ديالي الاحمر ولكن الاحمر ديال المنتخب ماشي شي احمر اخر اليوم كلشي منتخب شورت ستيفربيلا تريكو كاسكيطه كلشي با هشام السلام عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته قبل ما نبداو هذا الحوار اللي كيحاورني فيه الصديق ديالي كنشكرو هذه الفرصه انني نعبر عن الصوت ديالي وكنشكرو الزميل اللي كيحاورني المنتخب خاد مجموعه ديال اللقاءات كلها انتصر فيها ومن الشامبيون ديال المونديال ديال قطر هو غادي مزيان مع المدرب ديالو الركراكي عندنا عناصر مزيانه في المنتخب عندنا بيتور الرحيمي ديال الرجاء عندنا لاعب قوي احسن لاعب تقريبا هو معترف كان هاد الميداليه الذهبيه تصيدنا مع الاسبانيول ما راه نستاهلو نديو الكاس والحمد لله اللي بغينا كيفاش عشت الفرحة ديال التتويج؟ الفرحة ديال التتويج كذلك اخويا المرضي كنركب على البيكال ديالي وكنبقى نجوم الشوارع ديال كازا وفرحان طرقوا لي تولخناها في قطر وكنمرضهم العديان ديالنا ما بغاوناش المصريين تفرجت مواقع التواصل الاجتماعي الهزيمة قال لك تبقى في التالي هما ولاو كيقولوا المغرب 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 فريق قوي والعديان ديالنا ما بغاوناش ما نسبوهمش حنا مأدبين بخصوص تعرف حنا كينتظرونا منا بزاف الحوايج حاسديننا على المملكه ديالنا فيها الخيرات وفيها ناس طيبين بشهاده الاجانب اللي كيجيو عندنا للمغرب فيه استقرار فيه فنادق فيه ترحيب فيه مجموعه ديال الحوايج في العهد ديال محمد السادس مجموعه ديال الانجازات هو الرياضي الاول اللي كيهنئ ديما الفرق الوطنيه ملي كتجيب الانتصارات كيصيفط لهم برقيه وكيهنئهم والحمد لله الفريق ديالنا غادي نكونوا مقبلين على المونديال راه قول مفاجاه وتكون اول دوله عربيه جابت الكوب ديموند بحال ليكيب ديال 86 اللي كان فيه عزيز بودرباله وخيري سي هشام دابا دخلنا للتاريخ هنا في قطر دخلنا للتاريخ في قطر وكنت انا هو الميمون وكنبقى نصبر الصحافه وكنصبر الشعب ومتفائل تاع اننا كنا غادي نديو الكوب راه تزقل لينا اش ماش راه كيتزقل لينا حنا راه كضربنا العين كيقوصوا علينا الجزائريين ما باغيناش ما كنديروا لهم والو مرحبا بهم يجيو عندنا للبلاد نحطوا لهم قلاح الديسير كل شيء ياكلوا يشربوا ويريحوا في الوطيلات ما ناديهمش هما ما حاملينناش منتخب قوي هذيك الخطه ديال كونتر اتاك الفرقه اللي كتلعب كره مع المنتخب راه غريب يكون على يقين اخويا لعبات على الهجوم ولعبات باش انها تسجل راه حنا كننتصروا على حيت عندنا حارس وعندنا دفاع وعندنا سرعه ديال
كونتر اتاك كان ماركي فيلمي. عندنا مهاجم واعر اللي هو رحيمي. الهداف التاريخي ديال الاولمبياد. الهداف التاريخي ديال الاولمبياد واحسن فريق في الاولمبياد باعتراف الجامعه. تبارك الله عليك. شنو دابا بغيت من المنتخب الوطني؟ بغيت من المنتخب الوطني يبقى يلعب ديما على القميص ويبقى يحقق الانتصارات الى غايه اننا مقبلين على تنظيم كأس العالم هنا في المغرب. كنتمناو كأس افريقيا ديالنا مادام اننا ضربنا المصريين والجزائريين حتى هما راه ما كياكلوش قدامنا. راه كأس افريقيا غادي نجيبو هذاك ضامنينو. انا كنهديو المحمد السادس وكافة الشعب المغربي ومحبي الرياضة. وانا كنتمنى اننا نجيبو الكأس العالم ونجيبوه هنا للمغرب ونحطوه فوق حياة ريجينسي. تبارك الله، شكرا بزاف.